مستر ما فيش صوت إذا حد سمع. كده في صوت صح؟ تمام كده مش سامعينك. تمام ماشي. كنا بنقول احنا كنا مقدمين ربع ساعة بس، والناس قالت تمام واستنيناهم هو دقيقتين ثلاثة نبتدي بس عشان ما نضيعش ربع ساعة اللي احنا قدمناها. النهاردة احنا طبعا اخدنا قبل كده كان واخواتها، وقبليها اخدنا انواع الخبر، والمرة اللي فاتت على طول اخدنا انواع اخدنا ان واخواتها، وعرفنا ان هي عكس كان. طبعا انواع خبر ان واخواتها وانواع خبر كان واخواتها هم نفس انواع الخبر العادي. احنا هندمج كل دوت مع بعض وهنتدرب على جمل وتكات صعبة زي ما عملنا المرة اللي فاتت واللي قبليها، بس هنجمع بقى الثلاثة مع بعض ومعاهم شوية حاجات تانية كده هتظهر لنا لما نيجي نتعامل مع الجمل بتاعتنا. أحمد ظهر عندي مرتين مش عارف ليه، وأكيد حد تاني دخل بس، أو أحمد يكون طلع ودخل. ماشي. المهم، فزي ما أنتوا شايفين كده إحنا هنكتب جمل معينة وهنحلها مع بعض. أول جملة هنكتبها، كل طبعا جملة من دولت فيها مشكلة معينة نحاول إن إحنا نحلها. أي منا دخلت، إزيك يا منا؟ الحمد لله يا مستر. تمام. إحنا لسه ما كناش بدأنا، إحنا كنا بنقول بس هناخد إيه؟ كنا بنقول إن إحنا هناخد تجميعة بقى إيه أنواع الخبر مع إن مع كان، ونشوف المشاكل اللي ممكن تقابلنا في حاجات تانية هنشرحها في النص، واحنا بنجمع كل الكلام ده على بعضه اللي هو انواع خبر كان واخواتها وانواع خبر ان واخواتها. يبقى كده تمام كأننا بنراجع على 3 دروس، وفي نفس الوقت بنشوف المشاكل اللي ممكن تظهر لنا، وهي هتبقى في شوية مشاكل حلوة يعني. ونبتدي مع اول جملة كده هيبقى فيها مشكلة، وان شاء الله ما تبقاش مشكلة ولا حاجة. لما اقول الطلاب في الفصل يلعبون، كتب في حتة تانية خالص، فصل يلعبون، وبنسأل جنى وبنقول لها فين هنا الخبر يا جنى؟ يلعبون. الخبر هنا يلعبون. طب ليه الخبر هنا مش في الفصل؟ علشان في حرف جر والفصل هيبقى اسمه مجرور. ماشي. ليه مش خبر شبه جملة زي ما قلنا المرة اللي فاتت؟ أنا عايز أسمع حاجة محددة أنا شارحها المرة اللي فاتت. واحد يقول لي ده جات الأول شبه الجملة، طب وليه ما أقولش إن هو خبر شبه جملة؟ المرة اللي فاتت اديت حاجة قلت لكم خليكم فاكرين إن خبر شبه الجملة ماله؟ ضعيف، وإن أنا باخد الحاجة الأهم منه. خبر شبه الجملة بيقول لي بس إن الحاجة ديت موجودة في المكان دوت، بيقول لي إن الطلاب موجودين في الفصل، انما المصيبه السوداء اللي هم بيعملوها اللي هي يلعبون هي ديت الاهم، فهي ديت اللي ايه اللي خطر. طيب يا منا بقى تقول لي هو دوت نوع ايه بقى يلعبون دوت؟ عرفنا ان هو مش شبه جمله. نعم يا مستر، معلش ممكن حضرتك تقول تاني عشان النت بيقطع؟ يلعبون دوت خبر نوعه ايه؟ خبر خبر ماله؟ مفرد، شبه جملة، جملة فعلية، جملة اسمية. جملة فعلية. خبر جملة فعلية. طيب كلمة جملة فعلية ديت يعني معناها فعل وفاعل. أحمد ممكن يقول لي هو فين الفعل والفاعل في كلمة يلعبون؟ يلعبون على الطلاب، هم اللي بيلعبون دي الفعل. لا، ما الطلاب دول شغالين مبتدأ، ما مش هشغلهم فاعل في الحتة دي، وشغلهم هنا مبتدأ، حرام صح؟ ينفع؟ أستاذي ضمير طب وليه؟ ليه يا عم الحاج؟ الواو والنون. الواو الواو ده دي واو الجماعة ديت فاعل، دي اسمها ايه؟ دي اسمها واو جماعة. طب دوت مين فاكر اسمه فعل من الأفعال الإيه؟ هنرجع له تاني بعد ما ناخد الكام فعل جملة من دول. الأفعال الخمسة. أفعال الخمسة. طيب الأفعال الخمسة هي كل مضارع اتصل بمين؟ واحد صاحبه ولا حاجه من الثلاثه دول؟ اتصل بيه واو الجماعة أو ألف الاثنين ايوه، أو والجماعه ياء اهي الخمسة. واو الجماعة أو واو ألف المهم. الاثنين
وياء المخاطبة. وياء و المخاطبة. طب ما هو كده ثلاثة، ليه سموهم الأفعال الخمسة؟ علشان هاجي أنا اقول مثلا لو ماشي هنجيبها من فعل يمن. يلعب تبقى يلعبون وتلعبون، آه في منه وتلعبان مخاطب وتلعبان إيه وغائب، وتلعبين. وتلعبان، تلعبان ويلعبان، وتلعبون ويلعبون. طيب ما عدا واحد بس اليمين عشان ما والمال يبقوش ستة. ملعبين بس. لان انا لو خليتها غائب واقول هي تلعب خلاص ما فيش ياء ونون اصلا، عشان كده اسمهم الافعال الايه الخمسه. الافعال الخمسه حياتهم بسيطه جدا زي بقيه الفعل المضارع. بيعمل ايه بقى الفعل المضارع؟ حياته بسيطه في ايه؟ والله لو ما هو مرفوع، انا مش عارف اللون مش عايزين. لو هو مرفوع هتلاقي النون دي موجوده، لو يعني ثبوت النون نثبت، عارف انت علامة الايه البن كده اللي هي بتبقى في بعض الحاجات، فمثبته كده لو بثبوت يبقى موجود. تمام. طب لو مسكت هي على مدير لو مش موجودة هيبقى شكل الفعل كده، اقول لك يلعبوا. حذف النون طب الالف دي بتاعت ايه فاكرين؟ الجماعة. واو الجماعة اللي بيسموها الألف الفارقة دي بتتكتب بس ما بتتنطقش، إيه فايدتها؟ علشان نميز بيها اللي آخره واو أصلاً واللي آخره واو جماعة. تمام؟ طبعاً دوت هتلاقي آخره ألف عادية، ودوت هتلاقي آخره ياء عادية. تمام كده؟ يبقى عرفنا شكله في حالة الرفع، حالة النصب والجر، وممكن نرجع له تاني وإحنا بنشرح. هنشوف الفعل المضارع كده على جنب في الآخر برضو تاني. تمام؟ طيب نرجع للجملة دي، احنا كده قلنا فيها ايه؟ قلنا الخبر طلعناه وقلنا نوعه، ماشي. فاضل بقى احمد هيدخل ان واخواتها على الجملة دي. إن الطلاب في الفصل، إن الطلاب ان الطلاب جدع، ثواني ده بيكتب انجليزي. ان الطلاب فتحة اهي في الفصل. يلعبون. طب ايه اللي اتغير يا احمد؟ مفيش حاجة اتغيرت غير الطلاب صح؟ أيوه. تمام. جانا بقى هتقول لي كان، هندخلها هتبقى شكل الجملة عامل ازاي؟ كانت طلابة في الفصل. لا مش كانت طلابة برضو. كان بتعمل غير ان. تمام ماشي. كانت ثانية. الطلاب كان الطلاب اهي في الفصل. في الفصل، هتنزل زي ما هي عادي خالص، ملهاش دعوه بحاجه ديت. يلعبون. طب يعني المفروض خبر كان بيبقى منصوب. لا ها ثانية. هيبقى منصوب. احمد يقول طيب رافع ايده. ها يلعب. ثانية لا ثانية. يلعبوا. طب قول يا جنى. ده يلعبوا. جانا صح. انت عارف ليه يا احمد؟ وانا سبتك، انا عارف ان انت ليك راي تاني والراي ده غلط، بس سبتك علشان ايه؟ علشان تتعلم من غلطك. الفعل ملوش دعوه خالص بالموضوع اللي هو بتاع نصب الخبر كان والكلام من ده، هو الفعل له حاجات تانيه بتنصبه يا احمد. احنا لما جينا قلنا هنا الخبر، لما جينا قلنا هنا الخبر، قلنا هو الخبر دوت هيبقى مفرد؟ لا ما قلناش ان هو مفرد، قلنا جمله. الجمله دي متكونه من فعل وفاعل، وهي الجمله على بعضيها المفروض تتنصب. المفروض بقى، هل المفروض ده حصل؟ لا ده هي كتله كده على بعضيها. المفروض كلها على بعضيها تتنصب، مش الفعل بس اللي هو يتنصب، يعني الفعل والفاعل المفروض على بعضيهم يتنصب. تعرف يتنصبوا ازاي بقى؟ لو هي جه مكانهم مفرد هيبان بقى النصب. اقول ايه؟ الطلاب في الفصل لاعبون. فليك الحق بقى ساعتها لما تيجي تعمل كان تقول كان الطلاب في الفصل لاعبين، فتغير بقى على اساس ان ده جمع مذكر سالم وتنصبه بالياء وتعيش حياتك. انما هنا ما ينفعش تتعامل معاه على انه ايه؟ على انه كلمه اسم مفرد. الفعل له قوانين تانية غير الاسم، ودي غلطه كبيره جدا لازم نستفيد منها ونعمل عليها سبوت ونركز عليها جدا. تمام. ودي ده هدف من أهداف الجملة اللي احنا من ساعتها عمالين نفصص فيها ونشوف ايه اللي ممكن يحصل
وايه اللي ممكن يطلع لنا. الجملة اللي بعديها برضو نركز، بيقول أنت طالب مجتهد. لغاية هنا كلام سليم، الراجل كلامه كويس. ماشي، جيبها في النص كده ونغير لونها عشان نشوفها أحسن. تمام، طيب تمام. عايز مين آخر واحد ما جاوبش؟ منا لسه ما جاوبتش، أحمد وجانا كانوا بيجاوبوا. عايز أدخل يا منا إن حضرتك إن إن على أنت طالب مجتهد صح؟ اه عايز ادخل يا منة ان حلو. ها جانا رفع ايديها، بس انا ثواني مع منة اشوف هتعرف تجيبها ولا لا، ما نوترهاش. ثواني بس معاها، وبعد كده لو ما عرفتش عشان خلي جانا واحمد كمان عارف. طب كويس كويس. ها منا المفروض مستوى يعني تجيبها عادي، واضح ان هي مش مركزه بس لسه. أنا ماشي لسه جن. ما حضرتش الحصة اللي فاتت. اه عشان كده ما خدتيش بالك من موضوع ان. طب شوفي كده، هو جانا هتقول ايه؟ ها يا جن، إنك طالب مجتهد. انك طالب ولا طالبا؟ طالبا ليه؟ طالبا يا مستر. لا طالب. ليه ما تتنسب بالفتحة؟ ركزي انت بس كده وهتعرفي ليه. طالبا هو فوق كلمة طالب هي الخبر ولا الاسم ولا المبتدأ؟ قصدي لا مبتدأ لا المبتدأ ازاي؟ امال انت خبر بتعمل ايه؟ الخبر. طب ولما نزلت تحت بقت ايه؟ ما هي خبر برضو. وخبر ان ماله؟ شفت بقى الضماير، الضماير مع دخول ان بتعمل لخبطة جامدة، وعشان كده جايب الجملة دي، عشان كده جايب الجملة دي. طب ايه اللي حصل؟ فهمي كده فهمي منا عشان هي ما حضرتش الحصة اللي فاتت، ايه اللي حصل في الجملة؟ انت ازاي جبتي انت حطينا نكا؟ حط يعني شلت أنت وحطيت الكاف كاف المخاطبة وبعد كده حطيت بقى العلامات اللي هي بتاعت الإعراب علشان طيب إنها انت جاوبتي صح، جاوبت بتنصب صح المبتدأ. وشاطره، جاوبت صح وشاطره، بس عشان انت مش مدرسه فمش عارفه توصل لها المعلومه. بص يا منه، هو المفروض انا دلوقتي هدخل ان زائد انت. بص بنمشي مع الايه، مع اللي عايز يفهم واحده واحده. ان زائد انت ديت تتكتب كده، ان انت لا الاتنين على بعض يدوني ايه؟ إنك طيب انك ديت فيها ايه؟ فيها اسم، خلي بالك ده كان مبتدأ، لما دخل مع ديت بقى هو الايه، بقى هو اسم ان. طيب فين خبرها؟ اهو، وهو اصلا كان الخبر فوق. طب ومجتهد دي دورها، دي نعت الكلمة طالب. طالب تمام، أيوة يا مستر. طيب ابو حميد بقى هيقول لنا لما ندخل كان شكل الجملة هيبقى عامل ازاي. الموضوع برضو مش سهل، بس احمد قدها وقدود. يلا يا احمد، تمام عايزين ندخل كان بقى على انت طالب مجتهد دي، او يا عم اشتغل على الجمله الثانيه، شيل ان وحط كان. شوف بقى انت هتعمل ايه، سواء ماشي اديله ثواني منا زي ما ادينا لك الثواني بتاعتك. كأنك ماشي بس ممكن حضرتك تقول هو هيعمل ايه تاني بس عشان هندخل نت. كان بدل ما دخلنا ان، عايزين ندخل كان. تمام اشتغل على الجمله اللي في الازرق. كانك ديت انت دخلت، انت كده دخلت كان، مش كان، خلي بالك. فاهمين هو غلط في ايه؟ هو دخل كان اللي هي من اخوات ان، انا عايز ادخل كان اللي هي الاخت الكبيره في عيله كان. بس عارف
ممكن أقول طب ثواني عشان منا لو احمد معرفش منا كانت رافعه ايديها الاول. تمام ماشي. اي احمد عارف ولا نخلي منا تجرب؟ منا شكلها فهمت اللعبه هتقول لنا. قول يا منا. حاضر يا مستر، كأنك طالب مجتهد. ما احمد قال كده وقلت له غلط، انت كده دخلت كأن مش كان. ممكن أقول اتفضلي بقى يا من يا جنى. كنت طالب مجتهد. كنت بس مش طالب بقى يا جنى. طالب 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 طالبا. طالب ليه طالبا؟ عشان ديت قلنا ده الخبر فوق خالص كان ايه؟ هتتنسي. كان خبر مرفوع. طيب مع ان كان خبر ان مرفوع برضه، انما هنا هيبقى خبر كان منصوب منصوب ومجتهدا ماشيه وراها، مرفوعه وراها منصوبه تمشي وراها. يبقى استفدنا بتاع 3 4 فوائد من الجمله ديت. كنت بقى جت ازاي؟ كنت ديت عباره عن كان زائد انت. احنا بنشتغل على دي، كان زائد انت تديني كنت. كان انا اكتبها اهي زائد انت هتديني مين؟ هتديني كنت. التركيبة دي هتديني ايه؟ كنت. ما ينفعش اقول كان انت في العربي، يبقى كنت. وطب طبعا طالما كان وانت هتديني كنت، يبقى معنى كده ان التاء ديت هي ايه؟ هي الايه؟ المكان الاسم بتاع كان. فيبقى بالتالي دوت خبرها، وده هيتنصب معاه زيه بالظبط. جانا انت لسه رافعه ايدك، عايزه تجاوبي ولا سؤال؟ لا لا بس نسيت انزله. بس ايدي ماشي. ايوه ممكن حضرتك تديني سؤال؟ ما انا بدي كله سؤال، بدي بالترتيب واحد ورا التاني ورا التالت. لسه الاسئله ايام ان شاء الله. يلا نكمل. هنكتب ايه بقى المرة دي؟ هنكتب بيقول لي المحافظ الدكتور فلان، فلان ده اسمه يعني، قام بزيارة عدد او بزيارة كذا. خلاص مش لازم نكمل الجملة. مين آخر واحد جاوب ومين اللي بعديه؟ هو أنا آخر واحدة جاوبت اللي هي بتاعت كنت طالبة مكلمة. طيب يبقى كان مين اللي بعدك، أحمد ولا منا؟ منا تقريبا بتهيألي. منا. منا. يلا يلا يا منا. النقط ديت في الآخر، مش عارف الزوم بيجيبها في الأول ليه؟ كأنك مش أيوة شايفاها. بزيارة يعني كذا. المحافظ دكتور بزيارة كذا اللي هي النقطة الأولانية صح؟ دي مش موجودة. ها اديني عملت. ماشي ها فين بقى يعني الخبر ونوعه ايه؟ خبر حاضر كان هتبقى اللي هي مستر فلان دي. يعني الخبر ان هو فلان، فلان ده اسمه يعني محافظ الدكتور مثلا محمد، الدكتور اسماعيل، ايا كان بقى المحافظ اسمه ايه. يعني فلان ديت مكان اسم المحافظ. هتبقى قامة قامة. تمام بدل ايه؟ هتبقى اللي هو الخبر قامة ده خبر. نوع ونوعه ايه؟ اللي هو جملة فعلية. خبر جملة فعلية. طالما قلت جملة فعلية يبقى لازم في فاعل. والفعل ده اللي هو يعني حضرتك عايزني اجيب الفعل. أيوة قام. ومين مين بقى اللي قام؟ وما تقوليش المحافظ لأن هو هنا مبتدأ. لا هتبقى اللي هو الاسم ده. لا برضه. والاسم مستر دوت ممكن اقول هيبقى له مكان للإعراب. اتفضلي. زيارة
الفعل هيبقى مستتر، تقديره ايه؟ تقديره هو اللي هو المحافظ. تقديره هو اللي هو قام المحافظ، تقديره هو. ماشي، يبقى قام هو على بعضيها عبارة عن ايه؟ عبارة عن خبر جملة فعلية لكلمة المحافظ. طب ايه اللي في النص ده كله؟ ايه اللي في النص ده كله؟ كلام فاضي. يعني الدكتور ديت هتبقى مثلا هتبقى نعت، فلان ديت اللي هو اسمه دوت هتعرف ان هي حاجة اسمها بدل شبه النعت كده ثالثة اعدادي. المهم ان ايه؟ الخبر هنا هو قام. ليه؟ انت ماشي ورا شريط الاخبار، شريط الاخبار بيجي في التلفزيون دوت، انت ماشي المحافظ الدكتور فلان الفلاني العلاني وكتبوا اسمه كله في الاخر قام بزياره كذا، يبقى قام ديت هي الخبر، هي ده الحاجه الجديده. انا عارف ان المحافظ الدكتور وان اسمه كذا وبتاع، المهم ايه الحاجه الجديده النهارده اللي انا اقراها؟ يعني ما انا عارف كل الكلام دوت، ايه الهري ده كله؟ الخبر الجديد هو قام. قام ايه بقى؟ قام هو بزياره، وبقيه الجمله بقيه الخبر. ماشي تمام كده. طيب عايزين احمد يدخل لنا كان. ما هتبقى كان كان أداء على مهلك، كان ايه؟ المحافظ كان المحافظ الدكتور هيجرى لها دكتور. حاجة؟ لا فلان هيجرى لها حاجة تنزل ما هي، هي مش الخبر صح؟ قام هتبقى زي ما هي. انت كده اتعلمت الدرس اللي انت غلطت فيه من شوية. ايه هو؟ انا سألتك في نفس السؤال، ويمكن دوت دور جنى علشان تعرف ان كان ما بتأثرش في الأفعال. الأفعال ليها قوانين مختلفة. يعني إيه ليها قوانين مختلفة؟ يعني في حاجات معينة هي اللي بتأثر في الأفعال، في حاجات معينة هي اللي بتأثر في ايه الأفعال. هي بقى الحاجات المعينة دي اللي احنا ما لسه هنشوفها تعالوا مثلا تعالوا بعد ما معينة؟ نعمل، بعد ما نعمل إن نعرف إيه الحاجات المعينة. مبدئيا كده الجملة دي مش هيتغير فيها حاجة. لو كتبنا إن الدكتور المحافظ الدكتور فلان قام بزيارة كذا، هو كل اللي هيفرق ان المحافظ دي هتبقى مره مضمومه، ولو كتبناها هنا بعد ان هتبقى منصوبه. بقيه الجمله ولا ليها دعوه بايه؟ بكان ولا بان. ده بس اللي هيتغير، الاسم هنا والاسم مع ان. تمام، تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات بقى اللي ايه بتاثر على الفعل المضارع، وديت الحاجات اللي قلنا هتظهر لنا في النص. مبدئيا كده دلوقتي اللي الحاجه الوحيده اللي بتعرب هي الفعل المضارع. يعني ايه بتعرب؟ يعني بتغير اخرها حسب الايه؟ حسب مكانها في الجمله. الله، امال يعني بقيه الحاجات؟ قال لي الفعل الماضي ولا بيتغير؟ طوبه واقف. طب الفعل الامر نفس الحكايه، امال ايه اللي بيعرب برضو؟ الاسم بيتغير برضو مكانه زي ما قلت لكم قبل كده. يبقى احنا هنشتغل على مين بس؟ على المضارع. نشتغل على المضارع. طيب الفعل المضارع دوت راجل ايه؟ راجل بسميه يعني ايه، معلش يعني في الكلمه، راجل برنس كده بذاته. هو واقف، ادي الفعل المضارع اهو، مفيش حاجه بتأثر عليه في الجمله غير الحاجه اللي تقف جنبه. هو واقف ملوش دعوه بحاجه، هو دايما ايه الحاله الاساسيه بتاعته؟ الرفع. مفيش حاجه اثرت عليه، هو ايه؟ مرفوع. يبقى ادي اول حاله بتاعته ان هو ايه؟ ان هو مرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. تمام، يبقى الحالة الأولانية هيفضل إيه؟ هيفضل مرفوع طالما مفيش حاجة أثرت عليه، لا حاجة تنصبه ولا حاجة تجزمه. يبقى بالعقل كده الحاجة اللي هتأثر عليه حاجتين، يا إما النصب يا إما الجزم. طيب إيه بقى موضوع النصب دوت؟ أهو ده نصب. قال لي أدوات النصب اللي بتأثر على المضارع أن
الله، دي شبه أنا. طب أنا أعرفها منين؟ هو مش هيحط لي تشكيل. هقول لك بحاجة بسيطة جدا، إن أن ديت لازم تلزق في المضارع على طول، ما ينفعش يفصل حتى ضمير ما بينهم وبين بعض، إنما أن وإن لازم يفصل ضمير على الأقل ما بينها وما بين أي فعل. تاني، أن ديت اللي بتنصب المضارع، اللي بتأثر على المضارع، لازم تلزق في الفعل المضارع على طول، بعكس إن وأن لازم يفصل ما بينها وبين أي فعل عموما، ولو ضمير أو اسم أو أي حاجة، ما ينفعش يلزقوا كده زي إيه؟ زي أن. أن، وبعدين مين تاني؟ لن. لن ديت أداة نفي للمستقبل، يعني أقول لك إيه؟ أنا لن أكتب الدرس، أنا مش هكتبه، يبقى ده لسه في المستقبل. طيب أنا بتلخبط ما بينها وبين لم، أقول لك إن كلمة لن بالنون وكلمة نصب بالنون، برضو كلمة لم بالميم وكلمة جزم بالميم، ولسه هنقوله دلوقتي. أن، لن، كي يعني علشان، زيها نفس موضوع حتى برضو علشان، زي لام التعليل. أقول لك إيه؟ أدي لك مثال، لام التعليل، تعليل ناقصة لام. في ناس يقول لك عليه لام التعليم، لقيت الطلبة بيعملوا الحكاية دي. طيب أنا هدي بقى المثال على لام الإيه؟ على لام التعليل دي. إيه المثال اللي هنا؟ أقول لك أذاكر أو أجتهد لأنجح. هي لو قلت أذاكر كي أنجح، أذاكر حتى أنجح، أذاكر لكي أنجح، ساعات اللام بتاعت اللام ديت تيجي مع كي، الاتنين مع بعض، لكي أنجح، كلهم بمعنى علشان، يبقى كي وحتى ولام التعليل كلهم بمعنى علشان. كل دول بيعملوا إيه؟ بينصبوا. علامة النصب الأصلية قال لي الفتح. مستر، ممكن نعم، أسأل سؤال؟ اتفضلي. هو أنا ازاي أفرق ما بين لام التعليل واللام بتاعت حروف الجر عادي؟ اللام بتاعت حروف الجر بتدخل على الاسم، انما لام التعليل بتخش على الفعل المضارع. تمام. وبعدين ديت معناها الجر طبعا، والمعروف اقول لك مثلا وصلت للمدرسة. التانية اللي هي بتاعت لام التعليل ديت بتدي السبب، بتدي ليه، او ذاكر لكي، او اذاكر لانجح، بتدي السبب. تمام. تمام. طيب ايه علامة النصب غير الأصلية؟ قال لي حذف النون، ده لو من الأفعال الخمسة. يذاكرون مثلا، أهو يذاكرون طلاب يعني، لينجحوا. عملنا ايه كده؟ نصبنا. نصبنا بإيه؟ بحذف النون. طب ما الألف اللي في الآخر دي ملهاش دعوة بحاجة، دي الألف اللي بتفرق ما بين الفعل اللي أصله واو من الفعل اللي اصل اللي ايه اللي هو اخره واو جماعه. طيب فضل حاله ايه؟ فضل حاله الجزم. طب تعال نفكر كده، هو يعني ايه اصلا الكلمه الغريبه دي؟ ايه كلمه جزم دي؟ يعني ايه يعني المضارع بياخد بالجزمه؟ معلش يعني في الكلمه، ولا يعني ايه اصلا معنى كلمه الجزم في اللغه العربيه؟ يعني انا لو فتحت المعجم اللي هو القاموس او الديكشنري يعني بتاع العربي، من الآخر هلاقي كلمة جزم ديت معناها إيه؟ حد فكر؟ يعني أنا قلت لكم مرة معنى كلمة مضارع، فاكرين؟ مضارع يعني مماثل، مشابه، بيشابه إيه؟ بيشابه الاسم. طب أمال يعني إيه كلمة جزم؟ كلمة جزم هنا معناها إيه؟ معناها نحط لها قطع، نحط لها سكون. معناها قطع. يبقى معنى كلمة جزم قطع، يقطع إيه؟ هنا يقطع الحركة الأخيرة، بيقطع الحركة الأخيرة. لما تحط في دماغك المعلومة دي هتستريح جدا. ليه؟ لأن مثلا لما تقطع الحركة الأخيرة اللي هي الضمة أو الفتحة هيتبقى إيه؟ زي ما لسه منا قايلة، هيتبقى لنا إيه؟ السكون. السكون، دي العلامة الأصلية. طب ولما نقطع الحركة الأخيرة من حاجة آخرها واو ونون وألف ونون وياء ونون، إيه الحركة الأخرانية؟ هنحذف النون لأن هي الحركة الأخيرة. طيب ولو حاجة أخرها حرف علة اللي هو الواو والألف والياء اللي هم حروف العل، حروف المد،
حروف العلة هي حروف المد. لما يكون الفعل آخره حرف علة، يبقى إيه علامة الجزم اللي هو القطع؟ نشيل آخر حركة اللي هي إيه؟ حذف النون. لا، ما احنا في الثانية حذف النون اللي هو آخره واو ونون وياء ونون. ها، حذف حرف حذف العلة. العلة. حرف العلة، يبقى ليه الجزم كله حذف؟ احذف الحركه هتبقى لي سكون، احذف النون، احذف حرف العله، ليه كله حذف كده؟ لان الجزم اصلا معناه الايه؟ تقطيع. معناه القطع، بيقطع اخر حاجه في الايه؟ في الفعل. يعني مثلا لو انا قلت، لو انا جيت لك كده ورسمت الفعل كده اهو، ماشي، ده الفعل المضارع، الجزم دوت بيروح جاي كده اهو، جيب لون تاني، روح جاي كده بسكينه وروح ايه؟ راح قاطع اخر حاجه في سكته. طيب اخر حاجه ديت ممكن تكون ضمه، يشيلها، يتفضل سكون. طيب اخر حاجه ديت ممكن تكون نون، يشيلها برضه، ملوش دعوه. طب اخر حاجه ديت ممكن تكون واو او الف او ياء اللي هي حروف العل، يشيلها، ملوش دعوه، هو اخر حركه بيقطعها. يبقى علامات الجزم السكون، ودي العلامه الاصليه، لان المفروض يبقى في حركه فعكسها السكون لما يتشال، حذف النون لان هي اخر حركه، حذف حرف العله لان هي اخر حركه. فهو كل اللي بيعمله الجزم ان هو بيقطع اخر حركه، وده السر. مثلا لما تلاقي فعل زي يرجو او فعل زي يسعى او فعل زي يقضي، مالهم بيحصل لهم ايه؟ هتلاقي بعد ما يحصل لهم موضوع الجزم دوت الطالب يتلخبط. ليه؟ انا جيت مثلا هنا ورحت شايل حرف العلة، فتبقى ايه؟ بقى اخر حاجة الضاد دي. طب الضاد دي هي اصلا عليها تشكيل، عليها كسر، فبكتبها كده، الطالب يشوفها كده يقول لك اه ده مجزوم بالكسر. اقول له مفيش حاجة اسمها جزم بالكسر. طب ايه اللي حصل؟ حصل ان انا قشرت الفعل، شلت اخر حاجة فبانت الضاد عليها كسر، زي كده لما تشيل قشرة البرتقانة يبقى يبان لك بعد كده الايه؟ الفصوص بتاعت البرتقان. طب هل معنى ان موجوده القشره بتاعت البرتقانه الفصوص بتاعته مش موجوده؟ موجوده. طب امتى بانت؟ لما شلت القشره. نفس الحكايه، شلت حرف العله الواو، هيبان لي قبليه الضم، مش دي العلامه، ده هو اصلا موجود. طب شلت الالف، هيبان لي قبليها فتحه بتاعت يسعى، فهكتب يسعى كده، معلش في حته مزنوقه شويه بس ايه، هتبان، هكتب يسعى كده، تمام، هكتب يرجو كده، الجيم عليها ايه؟ عليها ضم. طب الضمه دي بتاعت حاجه؟ لا، ده هي اصلا موجوده على الجيم، واصلا الكسره موجوده تحت الضاد، واصلا الفتحه محطوطه فوق العين. يبقى فهمنا كده الجزم بيعمل ايه؟ جزم بيقطع، ملوش دعوه بحاجه، هو ماسك سكينه وبيقطع اخر حاجه، اخر حاجه حركه يبقى خلاص هيقطعها ويبقى فيه سكون، اخر حاجه نون بيقطعها ويبقى فيه ايه؟ ويبقى فيه الحرف اللي قبله، الحرف اللي قبله بقى واو والف ياء، هو ملوش دعوه، هو بيعمل بتر للايه؟ بتر يعني قطع لاخر حركه، سواء النون او حرف عله، ملوش دعوه باللي بيحصل بعد كده. يبقى ده الايه؟ ده الجزم. طب ايه الحاجات اصلا اللي بتجزم؟ لم، مش احنا لن اهي بالنون زيها زي كلمة نصب، او لم بالميم زي كلمة جزم، لم. وبعدين لان هي الناهية اللي فيها نوع من انواع الامر، اقول لك لا تكتب واروح واقف على الكلمة كده فيها امر، لان هي فيها نوع من انواع الامر، بس امر بعدم فعل شيء معين. واخر حاجة لام الامر، لام الامر ديت اللي بتحول الفعل المضارع لايه؟ وديت بتفرق طبعا على لام التعليل في شكلها وفي كل حاجه. لام الامر ديت اللي بتحول الفعل المضارع لامر، او مثلا اقول لك لتكتب، او مثلا لو قبليها الفاء او الواو اقول لك فلتكتب، اقول لك ولتلعب جيدا، اخبرك اقول لك ان انت ايه، العب جيدا، فلتكتب معناها اكتب، فلتقرا معناها اقرا، ماشي. يبقى لام الامر بتدي معنى
الامر. طيب، وبتيجي غالبا في اول الكلام على عكس لام التعليل. لام التعليل بتدي السبب، ففي قبلها كلام وممكن كمان بعديها كلام. تمام، هتعرفوا برضو في اولى اعدادي ان في حاجات بتجزم بقى مش فعل واحد، في حاجات مفتريه بتجزم فعلين مضارعين، اللي هي حاجه اسمها اسلوب الشرط. لو لحقنا ناخدها في الكورس ناخدها، ما لحقناش يبقى تفتكروا ان هي بقى ايه، ادوات مفتريه بتجزم فعلين، ودي هتاخدوها ان شاء الله في اولى اعدادي الترم الثاني. الترم الثاني يعني ده لسه 3 4 شهور على الكلام ده. في حد مش فاهم حاجة في موضوع المضارع؟ لا لا يا مستر، انا فهمته كله الرفع، تمام يا مستر. الجزم، ايوه العلامات بتاعته. ايوه يا مستر، تمام، ايوه تمام كله تمام تمام. طيب، لو حد عايز يسأل في أي حاجة، هو فاضل حوالي دقيقة في السيشن الأولاني. مستر، في سيشن تاني صح؟ آه طبعا، أيوه. بس السيشن التاني برضو هنكمل حاجات، برضو جمل فيها مشاكل نأكد عليها. في حد عايز يسأل؟ ما افتكرش، صح؟ ايوه يا مستر. لا طيب، هو فاضل أقل من دقيقة. أنا أقول لكم بس إن في حد دخل تاني؟ مش معقول يعني. اه يا مستر، مريم، ياه مريم يا مريم، يعني حتى لو الحصة في ميعادها انت متأخرة قوي قوي، يعني بغض النظر عن الربع ساعة الأولانية، بس متأخرة 25 دقيقة عن ميعاد الحصة الأساسي. معلش يا مستر، عشان كنت في مشوار يا مستر ولسه حالا راجعة. ماشي يا مريم، احنا هنكمل بعد فاضل أقل من دقيقة في السيشن دوت، هنكمل بنفس الرابط اللي لسه كنت هقول لهم، نكمل بنفس الرابط، ندوس على نفس الرابط، أنا هفتحه تاني إن شاء الله. تمام؟ يعني نخش على نفس الرابط؟ آه إن شاء الله.